الاطلاع أكثر على آخر التطورات في مدينة إدلب وريفها. معنا مراسلنا من هناك علاء العمر. علاء، مرحبا بك. أيضا في إدلب، ماذا سجلتم من خروقات لهدنة وقف إطلاق النار؟ مساء الخير مساء مؤمن النور. لك وللسادة المشاهدين. الخروقات التي تقوم بها الطائرات الحربية كانت منذ قليل، حيث استهدفت أطراف مدينة جسر الشغور بخمس غارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية. طبعا الطيران الحربي الروسي هو سيد الموقف الآن في ظل هذه الهدنة الذي يحلق بكثافة في معظم الريف الإدلبي وريف حلب الغربي. طبعا إصابات مدينة جسر الشغور الحمد لله اقتصرت أضرار على المادية، لكن لو انتقلنا إلى الجانب الآخر ألا وهو طائرات التحالف. يعني طائرات التحالف البارحة ليلا كانت تحلق منذ فترة الظهيرة حتى الساعة 12 ليلا، نفذت تنفيذين، استهدف سيارتين. السيارة الأولى لقياديين في جبهة فتح الشام أدى إلى مقتلهم على الفور. بعد ساعة من الاستهداف استهدفت سيارة أخرى كانت تقل تسعة عسكريين، أيضا أدت إلى مقتلهم على الفور بالقرب طبعا من مدينة سرملة. على للتوضيح، من هم القياديين بالاسم؟ هل لديك أي معلومات عنهم أيضا؟ نعم، بالنسبة للشخصيات القيادية هم من قياديين جبهة فتح الشام الأول. طبعا الأسماء غير متوفرة لحد اللحظة، لكن هم قياديين من الصف الأول لجبهة فتح الشام، وكانوا من يعني المحسوبين على والذين يسعون إلى اندماج الفصائل وتوحدها تحت راية واحدة. وما فعلته طائرات التحالف البارحة كان يعني يبرهن أن هؤلاء الشخصيات كانت مطلوبة فعلا لطائرات التحالف، وتم استهدافهم بشكل مباشر. السيارة الثانية كما ذكرت لك تسعة عسكريين، لكن لحد اللحظة هم مجهولو الهوية. نعم، هل هناك أي مدنيين كانوا ضحايا لغارات التحالف الدولي في الأمس؟ نعم، يعني لا، الغارات التي استهدفت السيارتين أمس اقتصرت فقط على ما كان يتواجد في داخل السيارتين. طبعا اليوم تم العثور على جثة أثناء يعني في مكان الحادث، لكن لحد اللحظة هي مجهولة الهوية إن كانت مدنية أو عسكرية. شكرا لك على هذه المعلومات علاء العمر، مراسلنا في إدلب.